بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة شرح العلامة مانكوبرس الناصري على متن العقيدة الطحاوية، وكنا وقفنا عند بدايات شرح المتن بعد المقدمة الطويلة التي قدم بها الناصري كتابه، وهي مقدمات أعتقد مهمة ومفيدة قبل البدء في هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. توطئة شرح الطحاوية. قال العبد الناصري أيده الله: وإنما قدمنا ذكر أصول الحجج الموجبة للعلم على هذا الترتيب، لأن العقائد لا تبنى إلا على أدلة توجب علم الشهادة، إذ الاعتقاد شهادة بتحقيق ما وقع عليه عقد القلب. إذن هو الشيخ كان له غرض من هذه المقدمة الطويلة التي قدم بها، حيث قدم مسألة أنواع الحجج في أنفسها. أولاً، ما هو الشيء الذي يعد حجة في نفسه، وما هو الشيء الذي لا يعد حجة في نفسه. وقبله قدم الحديث عن طرق العلم التي هي أسباب العلم والمعرفة، والتي لم يخرج بها عما قرره غيره من أهل السنة، وهي العقل والحس والأخبار الصادقة. أما الحجج في أنفسها فقد ذكر الشيخ بالحجج العقلية، ثم أتبعها بالحجج الشرعية على النحو الذي فصلناه سابقا. لماذا فعل الشيخ ذلك؟ فعل الشيخ ذلك، قال، لأنه سيبني على هذه الحجج مسائل العقائد. فهذا من حسن التصنيف ومن حسن التأليف، أن يورد المصنف الأعمدة والأصول التي سيعتمد عليها بعد ذلك، والتي سيحيل عليها بعد ذلك في تصنيفه. يقول: لأن العقائد لا تبنى إلا على أدلة توجب علم الشهادة. ما هو علم الشهادة؟ علم الشهادة هو العلم القطعي. علم الشهادة هو العلم القطعي. فالعقائد لا تبنى إلا على القطعيات، لا تبنى إلا على الظنيات، نظرا لخطورتها. إذ الاعتقاد شهادة بتحقيق ما وقع عليه عقد القلب. ما هو الاعتقاد؟ الاعتقاد هو شهادة بتحقيق ما وقع عليه عقد القلب. والعقيدة ما سميت عقيدة كما قلنا قبل ذلك إلا لأنها تنعقد في القلب، فلا تنحل بسهولة. وهذا الشيء الذي ينعقد ينبغي أن يكون مبنيا على أدلة تلائم هذا الشيء الذي ينعقد. ماشي، تفضل. وليعلم أن أهل الحق بنوا عقائدهم على الحجج القاطعة والبراهين الساطعة، وقد سبق في صدر الكتاب ذكر بعض الأئمة الأعلام ممن شرح كتاب السواد الأعظم، وهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، وأن بعضهم سماه كتاب العقائد وبيان السنة والجماعة. طيب، هنا مسألة مهمة. الشيخ في الفقرة الأولى قال إنه العقائد لا تبنى إلا على القطعيات، ثم في الفقرة الثانية ألمح إلى منهج علم العقيدة. ما هو منهج علم العقيدة؟ منهج علم العقيدة أنك تورد العقائد بلحاظ المخالفين،
بلحاظ المخالفين، يعني أنت تورد اعتقادك مع ملاحظة ما يمكن أن يطعن على هذا الاعتقاد من قبل المخالفين. يعني أنت لا تؤلف أو أنت لا تكتب العقيدة للمسلمين فقط، فلذلك ينبغي أن تكون الأدلة مما يخضع عقل ورقبة هذا المخالف، فلذلك لم تبنى العقائد إلا على القطعيات. الآن يعترض على أئمة العقيدة وعلماء العقيدة بأنهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد، أو لماذا لا يأخذ أهل السنة بأحاديث الآحاد في العقائد؟ هل هم ينكرون أحاديث الآحاد أو كذا إلى آخره، إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه كثيرا من بعض ذوي القصور. الشيخ هنا ذكر أن المسألة هي أنك تكتب العقيدة بلحاظ المخالفين، يعني أنت إذا كنت تخاطب مسلما فالمسلم مصدق بالكتاب وبالسنة وبكذا وبكذا، أما إذا كنت تخاطب غير المسلم أو المعترض أو المتشكك فأنت لابد أن تأتي له من الحجج ما يقنعه. ما الذي يقنعه مثلا من الأخبار؟ الذي يقنعه من الأخبار الأحاديث المتواترة وليست الآحاد، لأن التواتر هو الذي يفيد العلم القاطعي ولا علاقة له بعقيدة أو غير عقيدة، بل هذا أمر إنساني مركوز في العقول، أن الإنسان يصدق ما تواتر ولا يستطيع أن يدفع تصديقه عن نفسه. فهذه مسألة مهمة، أن علماء العقائد في الكثير الغالب يكتبون بلحاظ المخالفين. طيب، ثم يقول: وقد سبق في صدر الكتاب ذكر بعض الأئمة ممن شرح كتاب السواد الأعظم. كتاب السواد الأعظم معروف إنه هذا الكتاب منسوب للسمرقندي، لكن أعتقد أنه لا يقصد هنا هذا الكتاب المعروف، لأنه يقول: وهم الصحابة والتابعون. يعني هل الصحابة والتابعون شرحوا كتاب السواد الأعظم، ولا ذكر شرحهم لبعض العقائد في كتاب السواد الأعظم؟ يقول: وأن بعضهم سماه كتاب العقائد وبيان السنة والجماعة. أنا أريد الحقيقة أن أرجع إلى المخطوطات، أريد أن أراجع هذه الكلمة، هل هي كتاب أو كلمة أخرى؟ ممن شرح كتاب السواد الأعظم، هل هي كتاب أو كلمة أخرى؟ الآن، لأن أعتقد إنه هناك خطأ يعني. نعم. طيب، ممكن وأن بعضهم سماه كتاب العقائد وبيان السنة والجماعة، فأنت إذا وصلت إليها أخبرنا. إن شاء الله. ماشي. قال: وهذا هو، تفضل. وهذا هو كتاب العقائد الذي تقدم الوعد بشرحه، فنبدأ بتوفيق الله ومنه بذكره فصولا على سياق أصله، ثم بشرح كلمات فصوله على نسجه ومنواله إن شاء الله تعالى. يعني هو سيسير مع العقيدة الطحوية كما ألفها صاحبها، لن يقسم العقيدة ولن يقدم ولن يؤخر فيها كما فعلنا في شرحنا السابق. إحنا في شرحنا السابق ماذا فعلنا؟ جمعنا ما يتعلق بالإلهيات وحده والنبوات والسمعيات والأسماء والأحكام بحيث تكتمل الصورة. الشيخ هنا لم يفعل ذلك، سيسير مع متن العقيدة الطحوية على أصلها كما ألفها صاحبها. طيب، وأصل شرحه على الاختصار للإمام القاضي أقضى القضاة أبي حفص عمر بن أبي بكر بن محمد الغزنوي. إحنا عندنا غزنويان يا شباب، عندنا أبو حفص عمر، عندنا أبو حفص عمر هذا الغزنوي، وهذا الرجل يعني غير الغزنوي شارح العقيدة الطحاوية، هذا غير الغزنوي شارح العقيدة الطحاوية، لأن الغزنوي شارح العقيدة الطحاوية التي حققت وطبعت
طبعها الدكتور حازم الكيلاني ومعه الدكتور محمد نصار في دار الإحسان متأخر عن مانكوبرس، متأخر عن مانكوبرس، فلا يمكن أن يكون مانكوبرس نقل منه. فإذا عندنا غزنويان. الغزنوي الذي معنا هنا الحقيقة لم نقف على شرحه للعقيدة الطحاوية، يعني يبدو من كلامه أن له شرحا على العقيدة الطحاوية ونحن لم نقف عليه ولم يصل إلينا. يقول إنه شرح هذا مأخوذ وأصله مأخوذ من شرح أبي حفص عمر الغزنوي هذا. أما الغزنوي الآخر فله شرح أيضا على الطحاوية. طيب، ترجمة أبو حفص الغزنوي هذا أيضا غير معلومة بالنسبة لنا، نحن لا نعلم عنه إلا اسمه بحسب ما عندي من معلومات. أما الآخر فترجم له في كتب الطبقات. طيب، فلا تخلطوا بينهما، لا تخلطوا بينهما من فضلكم. لو صبرتم قليلا يعني ربما يعني أقرأ لكم شيئا، لأنه قد سئلت عن هذه المسألة، مسألة الغزنوي. نعم، العقيدة الطحاوية قلنا كان قد سألني بعض الإخوة هنا في أوزبكستان، وكان منهم الشيخ المشهور، هذا الشاب الذي توفي، جاءني سؤال منه عن طريق بعض الإخوة. فالعقيدة الطحاوية قلنا لها شرحان سنيان المصنفين غزنويين. طيب، الأول المتقدم اللي هو أبو حفص عمر، تمام، وهذا هو الذي صرح باسمه العلامة مانكوبرس في هذا الشرح الذي معنا، وشرحه كما قلنا مفقود. الثاني اسمه سراج الدين. يبقى إذن عندنا واحد اسمه أبو حفص، هذا أقضى القضاة كما لقبه أبو حفص عمر. الثاني اسمه سراج الدين عمر أيضا، لكن اسمه عمر ابن إسحاق. إذن عندنا عمر ابن أبي بكر وعمر ابن إسحاق. عمر ابن أبي بكر هذا شرحه مفقود، وهو الذي ينقل منه مانكوبرس. عمر ابن إسحاق هذا شرحه موجود مطبوع، وهذا توفي سنة 773، هذا من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن الهجري. المانكوبرس احنا قلنا توفي سنة 256، يعني 652، معذرة، مانكوبرس توفي سنة 652. طيب، يعني توفي قبل وفاة الغزنوي بمئة سنة، توفي قبل وفاة الغزنوي اللي هو عمر بن إسحاق الذي شرحه مطبوع بمئة سنة. فلا يمكن أن يكون قد نقل منه من شرحه، وإنما هناك غزنوي آخر هو كما قلنا أبو حفص عمر بن أبي بكر. طيب، المتأخر قلنا اسمه سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي، توفي سنة 773. فالاختلاف إذن واقع بين الرجلين في اسم الأب واسم الجد. بعض المصنفين في الطبقات ذكرهما وميز بينهما، زي صاحب الطبقات السنية، وأيضا صاحب البدور المضية في طبقات الحنفية. التمييز بينهما مهم حتى لا نظن أن مانكوبرس ينقل عن هذا المتأخر. طيب، أعتقد هذا مهم، هذا يكفي إن شاء الله في معرفتكم بهما وفي التمييز بينهما. طيب، تفضل.
وقد ذكر الإمام سيف الحق النسفي رحمه الله في أصوله في الإبانة عن جلالة قدر هذا الكتاب والكشف عن علو رتبة راويه وتبحره في علوم الملة فقال: إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على علوم السلف سلف الأمة على العموم وعلى علوم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى على الخصوص، ذكر في كتاب العقائد الذي افتتحه فقال رحمه الله تعالى: إذن كتاب العقيدة الطحاوية مدحه النسفي وذكره في كتبه. طيب نعم تفضل. صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم هذا مفتتح العقيدة الطحاوية. الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله ذكر العقيدة الطحاوية في كتابه تبصرة الأدلة، وذكر أيضا أن هذا الكتاب أو هذا المتن، متن العقيدة الطحاوية، هو من العقائد الحنفية وفيه إشارات إلى عقيدة الحنفية. هذا مفتتح العقيدة الطحاوية. صح عندي مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن الحسن رحمهم الله، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هذه العقيدة راجعة إلى أئمة الدين الحنفية أو أهل أو أصحاب المذهب الحنفي. فهنا تصريح من الإمام الطحاوي رحمه الله بأن ما سيدونه في هذه العقيدة هو خلاصة فهم السادة الحنفية لعقائد الكتاب والسنة. طيب تفضل. القول في التوحيد وصفات الله تعالى وأسمائه، ثم شرع في ذكر أقاويلهم فقال: نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى: إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إليه شيء، أستعيذ بالله، ليس لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ
لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا، كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأعضاد والأنداد، لا راد لقضائه الضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذا نص العقيدة الطحاوية، سيبدأ بعد ذلك تفصيل هذه الفقرات أو هذه الكلمات بالشرح. تفضل يا شيخ. أما قول الطحاوي رحمه الله في افتتاح العقائد، هذا ذكر بيان السنة والجماعة، فإنما قال ذلك لقوله تعالى لنبيه صلوات الله عليه وسلامه، استعذ بالله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسنة عبارة عن الطريقة والملة التي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكون عليها، وعلى حقيتها قامت الحجج الواضحات والبراهين القاطعات، وذلك معنى قوله تعالى على بصيرة، أي أنا على علم وبيان وحجة قاطعة وبرهان. وقوله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني أيضا على حجة وبرهان. يعني هو يريد أن يقول إن اسم السنة والجماعة هذا له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندما نقول هذا ذكر بيان أو هذا ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمن أين جاءت كلمة السنة ومن أين جاءت كلمة الجماعة؟ جاءت كلمة السنة من هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسنة هي الطريقة المتبعة أو المنهج الواضح، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له منهج واضح وله طريقة متبعة أبانت عنها هذه العقيدة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. إذن هذا ذكر بيان السنة، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد. طيب، وأما قوله الجماعة، وطبعا مع ملاحظة هنا على بصيرة، يعني لابد من معرفة الدلائل والحجج والبراهين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج واضح أقام عليه الدليل والبرهان، تبعه الصحابة رضي الله عنهم، وعندما تبعوه أيضا على حجة وبرهان وليس على عماء. تفضل. وأما قوله رحمه الله والجماعة، فهم الذين اتبعوه على ملته ودانوا بها ودعوا سائر الأمم إليها حتى صار إجماعهم حجة من حجج الله تعالى موجبة للعلم قطعا. وأما كلمة الجماعة من أين جاءت كلمة الجماعة؟ الشيخ هنا بيقول إن كلمة الجماعة جاءت من المجموع أو من الجماعة العلماء الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أهل الإجماع، الذين حجتهم قاطعة والذين اتباعهم واجب وجزء من شريعة الله عز وجل، كما جاء في بدايات أو في المقدمة التي قدمنا بها. والحقيقة إن كلمة أهل السنة والجماعة أول من قالها وأول من نطق بها هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في سورة آل عمران عند قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تسود وجوه أهل البدعة والضلالة.
من هنا أطلق على مجموع المسلمين الذين لم ينحرفوا اسم أهل السنة والجماعة، في حين الفرق الأخرى أطلق عليها أسماء، أطلق عليها أسماء. فكان لابد لأهل الحق أن يتميزوا باسم يميزهم عن غيرهم. هذا الاسم هو أهل السنة والجماعة، ولم يسموا أنفسهم المسلمين مثلا لأن الفرق الضالة هذه ما زالوا مسلمين، الكثير منهم لم يخرج عن الإسلام. ففرق بين دائرة الكفر والإيمان ودائرة البدعة والضلالة، أو دائرة البدعة والسنة. فهذه الفرق التي تخالف أهل السنة ما زالوا الكثير منهم من أهل الإسلام، من أهل القبلة، لكن ليسوا على النهج الذي كان عليه رسول الله وصحابته. طيب، وأما قول فقهاء الملة رحمهم الله، هذا منقطع من هنا؟ منقطع. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى، فإنما قالوا بتوفيق الله لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكلام في غاية الأهمية. عندما تقرأ في الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة ستجد أن الكثير منهم في الحقيقة من أذكياء العالم، من الأذكياء، يعني واصل بن عطاء، القاضي عبد الجبار في المعتزلة مثلا، غيرهم من أرباب الفرق، ابن تيمية الذي خالف أهل السنة في عدد من المسائل. هؤلاء الناس يا أخواننا لم يكونوا أغبياء وإنما كانوا أذكياء، لكن السؤال هل الذكاء وحده كفيل بهداية الإنسان إلى الحق؟ الإجابة وفق الواقع التاريخي الذي رأيناه لا. الكثير من المشركين يا أخوانا الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كفروا به، عندما تقرؤون في سيرهم كانوا من الأذكياء. الوليد بن المغيرة كان من الأذكياء، كان من أذكياء العرب. أبو جهل كان من أذكياء العرب. فمسألة الهداية الحقيقة متعلقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى أكثر من تعلقها بالذكاء وتحصيل المعلومات. وأنا أذكر لكم هنا، وهذا الكلام ربما أنتم سمعتوه مني قبل ذلك، أذكر لكم هنا نموذج حي، وهو نموذج ابن الرواندي الذي يلقب بالملحد. ابن الرواندي الملحد هذا ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الإسلام، وذكره وذكر قصته، وقصته من أعجب القصص. هذا الرجل كان يهوديا فأسلم، ثم كتب كتبا في الرد على اليهودية، ثم بعد ذلك صار معتزليا فكتب كتبا في الرد على أهل السنة، ثم صار شيعيا فكتب كتبا في الرد على الشيعة، ثم ألحد وكتب كتابين في نقد النبوات ونقد القرآن، كتاب اسمه الزمردة في نقد النبوات، وكتاب اسمه الدامغ في نقد القرآن. الإمام الذهبي رحمه الله بعدما ترجم لهذا الرجل وأبان يعني ترجمته، تظهر ذكاءه وتظهر علمه وتظهر معلوماته وكذا، لكن سبحان الله لم يصاحبه التوفيق. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله بعدما كتب هذا عقب فقال: فلعنة الله على الذكاء بلا تقوى، فلعنة الله على الذكاء بلا تقوى. فلذلك مسألة الهداية والضلال يا أيها الإخوة مسألة فعلا هي توفيق محض من الله سبحانه وتعالى، محض توفيق من الله. وهيجينا بعد كده الكلام عن الهداية والضلال. الهداية والضلال من الناحية العقدية هي فرع عن مسألة أفعال العباد، وأفعال العباد كما تعلمون كما هو مذهب أهل السنة، العباد لا ينفردون بأفعالهم، وإنما لله فيها صنع. ما هو هذا الصنع؟ هو التوفيق الإلهي.
فالله عز وجل يوفق ويخذل، يوفق من أراد له الهداية ويخذل من أراد أن يضله عن طريق الهداية. فلذلك هو هنا يقول، نقول في توحيد الله معتقدين، كيف حصل لنا هذا الاعتقاد؟ ليس بجهد منا فقط، ليس باجتهاد فقط، ولكن أيضا معه توفيق الله سبحانه وتعالى. فالهداية إلى مذهب أهل السنة والجماعة توفيق. لذلك إحنا لا ننكر ذكاء المخالفين، الكثير من مخالف أهل السنة والجماعة فيهم ذكاء وفيهم علم وعندهم معلومات. الآن عندما تتابعون مثلا الحركة العلمية عند الشيعة الإمامية في إيران وفي غيرها، ناس في غاية الذكاء، خاصة عندما يكتبون في الفلسفة والعقليات. لكن سبحان الله، يكتبون في الفلسفة والعقليات كلام في غاية الدقة والروعة، لكن عندما يأتون إلى الخرافات التي يؤمنون بها يعطلون عقولهم تماما، يعطلون هذه العقول تماما. وأنا أذكر في هذا الصدد محمد باقر الصدر، صاحب كتاب فلسفتنا وصاحب كتاب اقتصادنا، وهو رجل يعني مجاهد عراقي معروف، يعني ممن يعني له آراء وله مواقف جيدة وله كتابات أيضا جيدة وله أيضا الأسس المنطقية للاستقراء. لكن سبحان الله، هذا الرجل، هذه العقلية الكبيرة التي قالوا في بعض كتبه إنها من أفضل الكتب التي ألفت في القرن العشرين، هذا الرجل نفسه يؤلف كتابا يذكر فيه نفس اعتقادات الشيعة في كسر ضلع السيدة فاطمة الزهراء واعتداء سيدنا عمر بن الخطاب عليها، دون تحقيق تاريخي ودون تحقيق في الروايات. يعني نفس العقلية التي تدقق في العقليات تأتي عند الأساطير الشيعية وتتوقف عندها، كأن عقله شل تماما في تصديقه لهذه الخرافات. لذلك أنا سمعت بعض العلماء الشيعة يقول إن العقل الشيعي عقل مؤطر بالأسطورة، يعني هو عقل يفكر، لكن في الآخر لا يستطيع الخروج عن الأسطورة أو عن الخرافة التي يؤمن بها. فإذن مسألة الهداية إلى الحق مسألة تتعلق أو فيها توفيق، لا شك فيها توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الشيخ هنا هذا الكلام، قال لأن الوصول إلى توحيد الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. الهداية لمذهب أهل السنة توفيق، والهداية للإسلام أيضا توفيق، والهداية للإسلام أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نرى أيضا في من حولنا من الناس، بعض الناس تجده طيب وتجده منفق وتجده متبرع وتجده كما نسمع عن الممثلين والمغنيين الذين يتبرعون بأموالهم، ورجال الأعمال الذين يتبرعون بأموالهم لصالح الفقراء والمساكين. طيب لماذا لا يسلمون؟ هم أناس طيبون وكذا وكذا. لم يصحبهم التوفيق الإلهي. يقول وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الهداية فيها توفيق من الله عز وجل، لله فيها صنع، الإيمان لله فيه صنع. تفضل يا شيخ. على ما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. وقال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. وأما قولهم معتقدين، فإنما قالوا ذلك نفيا للنفاق وتحقيقا للإيمان، إذ الإيمان هو التصديق والاعتقاد، وذلك يكون بالقلب. قال الله تعالى في من أقر باللسان دون القلب، أستعيذ بالله، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن عندما يقول إن هذه العقيدة نقولها معتقدين، يعني مذعنين لها بقلوبنا، مصدقين بما فيها بقلوبنا. طيب لو لم يقل معتقدين، قائلين مثلا، لن تؤدي المراد، لن تؤدي المطلوب، لأن العقيدة لا تكون بالقول، وإلا صار الإنسان منافقا. لو كان الاعتقاد قولا فقط، المعتقد أو الذي يعني لا يعتقد بقلبه ويقر بلسانه فقط، هذا هو المنافق. لذلك كلمة معتقدين في مكانها، وهي ملائمة تماما لغرضه، لأن الاعتقاد هو المطلوب الذي
هو عمل القلب وتصديق القلب. ماشي. وأما قولهم نقول في توحيد الله تعالى فإنما ابتدأوا بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين وإليه دعت الأنبياء والرسل عليهم السلام، وبه نزلت الكتب السماوية، وبه شهد خلقة أقسام العالم بالدلائل المنصوبة فيها. نعم، إذن يقول إنه أول واجب على المكلف هو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، أن ينظر فيعرف ربه سبحانه وتعالى، وأول ما سيحصل له أن يقر بوجود الله تعالى وأن يعرف أنه واحد، والمسلم يستطيع أن يصل إلى هذا بعقله. هذا التوحيد يقول جاءت به الأنبياء والرسل، وبه نزلت الكتب، وبه شهد خلقة أقسام العالم، يعني يمكن من خلال النظر في الكون أن يهتدي الإنسان إلى التوحيد. كيف ذلك؟ سيتحدث الآن عن أدلة التوحيد التي تدل عليها خلقة العالم. ممكن مثلا قبل أن ندخل أعطيكم مثالا واحدا كيف أن خلقة العالم تدل على التوحيد. العالم فيه أمور متضادة متنافرة لا يمكن أن تجتمع وحدها أبدا، لا يمكن أن تجتمع وحدها أبدا، فلا بد إذن حتى تجتمع هذه المتضادات التي يشهدها العالم، حرارة وبرودة مثلا، رطوبة ويبوسة، ذكر وأنثى وهكذا إلى آخره، لا بد أن تجتمع هذه المتضادات، لا يمكن أن تجتمع هذه المتضادات بنفسها، وإنما لا بد أن يجمعها إله. هذا الإله لا يمكن أن يكون إلا واحدا، لأنه لو كان أكثر من واحد لظلت متضادة متحاربة، وهذا ما سندلل عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما دعوة الرسل، أما دعوة الرسل عليهم السلام، فإن الأنبياء والرسل الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم، وانقلاب العصا ثعبانا يسعى ويتلقف على يدي موسى، وتسخير الريح والجن والشياطين والطيور لسليمان، وتسبيح الجبال وإلانة الحديد لداود، وخروج الناقة من الصخر لصالح، وإحياء الموتى لعيسى، وانشقاق القمر، ونبع الماء من بين الأصابع، وكلام الشاة المشوية، وشهادة الضب والذئب، وتسليم الحصى في الكف لمحمد صلوات الله عليهم وسلامه. فهؤلاء وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله تعالى. قال الله تعالى استعيذ بالله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، فائدة ذكره لهذه المعجزات، لماذا ذكر الشيخ هذه المعجزات؟ يقول لأن هؤلاء الذين دعوا إلى توحيد الله صادقين في دعواهم الاتصال بالله سبحانه وتعالى، فهذه المعجزات هي دليل صدقهم، وهؤلاء الصادقون دلوا ودعوا إلى التوحيد. أخبر الله تعالى أنه لم يرسل رسولا من قبل رسوله محمد صلوات الله عليه وسلامه إلا بتجريب الألوهية والوحدانية له، وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال المفسرون: الروح الرسالة والنبوة والكتب المنزلة، سمى هذه الأشياء روحا لأنه يحصل بها حياة الدين. نعم، الكتب القرآن روح، لماذا سمي القرآن روحا؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي الكتاب روحا؟ القرآن لماذا سمي روحا؟
لأن به حياة الروح، لأن به تحصل به الإنسان الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وكذلك سائر الكتب السماوية روح، ينزل الملائكة بالروح يعني بالأوامر والنواهي التي بها تحيا الأرواح. طيب، لأنه يحصل به حياة الدين. وقوله أن أنذروا فيه إضمار، أي أنذروا وقولوا إنه قال لا إله إلا أنا فاتقون. وهذا إخبار أنه بعث الأنبياء والرسل داعين إلى تجريد الألوهية والوحدانية لله تعالى. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال أبو منصور الماتردي رحمه الله فيه إضمار، كأنه قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وقلنا لهم قولوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الإضمار هنا، كلمة إضمار في تفسير الماتريدي تأتي بمعان كثيرة، يعني المصطلحات البلاغية في تفسير الماتريدي لا تقايسوها على المصطلحات التي تعرفونها، لأن الإمام الماتريدي ألف كتابه قبل استقرار المصطلحات البلاغية. متى استقرت المصطلحات البلاغية؟ استقرت المصطلحات البلاغية في عهد السكاكي، مع السكاكي صاحب مفتاح العلوم. فلذلك عندما نقرأ في تفسير الماتريدي سنجد أنه يعبر عن الكناية بالمجاز، يقول هذه الآية فيها مجاز وهي كناية، أو يعبر عن التشبيه بالمجاز يقول فيها مجاز، وتنظر في الآية تجد فيها تشبيه. فالمصطلحات عنده ليست على القانون الذي انضبط بعد ذلك. هنا عندما يقول إضمار ماذا يقصد بكلمة إضمار؟ مجاز بالحذف. إضمار هنا يعني مجاز بالحذف. وعلى ذلك بعث الأنبياء والرسل جميعا إلى أقوامهم بالدعاء إلى توحيد الله تعالى وجعل العبادة له وبالنهي عن عبادة غيره. وقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال المفسرون معناه أي وحدوا الله، لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. قال الإمام أبو منصور رحمه الله قوله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من إله ثبتت ألوهيته وربوبيته بالدلائل والحجج والبراهين غيره. يعني إله حق، يعني ما لكم من إله ثبت وحق أن يكون إلها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الدعوة لا، كل إنسان ممكن يدعي أن له آلهة أخرى، لكن المراد بالآية هنا إيه؟ لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا ما لكم من إله غيره، يعني إله حقيق بالألوهية. طيب، هو هنا ماذا يفعل الشيخ؟ الشيخ هنا بدأ كلامه به نقول في توحيد الله. طيب، ثم بعدها قال هذا التوحيد دعت إليه الأنبياء والرسل، وبه نزلت الكتب، وبه شهد خلقة العالم. يعني يريد أن يقول إن هذا التوحيد واجب اعتقاده سمعا وعقلا، فهو الآن يسرد الأدلة السمعية على وجوب اعتقاد التوحيد. واضح؟ نعم. ماشي، تفضل. أنجينا نوحا والذين آمنوا به واتبعوه. ثم أخبر تعالى ما فعل بالمكذبين فقال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وهي حجج الله تعالى على الوحدانية والألوهية وحجج الرسالة. ثم ذكر رسالة هود وصالح ولوط وشعيب وموسى في هذه السورة ودعوتهم إلى التوحيد، وذكر هلاك المكذبين بالتوحيد والرسالة. وذكر كلام تعالى سهل، كلام سهل مش محتاج تعليق ولا شرح.
أليس كذلك؟ بلى. نعم تفضل. وذكر تعالى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التوحيد فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قال إمام الهدى أبو منصور رحمه الله: في هذا النص حجة قاطعة أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة، وكذلك المتواتر عنه أنه قال: بعثت إلى الناس كافة. ما تريد هنا يرد على من يقول إن رسول الله، هذه طائفة من اليهود قالت أو ادعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهذه الطائفة بالمناسبة ما زالت موجودة حتى اليوم، هذه الطائفة اليهودية ما زالت موجودة حتى اليوم، يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكنه رسول للعرب خاصة. طيب، الذي يهمنا هنا هو أن هذا الرسول الخاتم الذي بعث للناس كافة جاء بالتوحيد، جاء بالتوحيد، لا إله إلا هو يحيي ويميت، هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. وفي الآية أنه لما خاطب الله تعالى رسوله أن يقول إني رسول الله إليكم جميعا، وأنه لا سبيل له إلى أن يخاطب جميع الناس بنفسه، كان ذلك على ما في وسعه وطاقته، وهو أن يبعث الرسل إليهم فيقول أنه رسول الله إليكم، فخاطب صلى الله عليه وسلم من حضر بنفسه ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته، وأرسل إلى من بعد عنه الرسل والكتب يدعوهم إلى توحيد الله تعالى. هذا ثابت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعث الكتب للملوك والرؤساء من حوله، فبعث لكسرى وقيصر والنجاشي وهرقل في مصر وملك البحرين وسائر من عرف من حكام الأرض في عهده صلى الله عليه وسلم كتبا يدعوهم فيها إلى الله، ولا يفعل النبي ذلك إلا إذا كان مرسلا إليهم. يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وعبادته وترك عبادة غيره، فانتشر ذلك بتبليغ الرسل وبلوغ الكتب، وصار صلى الله عليه وسلم بذلك مبلغا، وقد استقبل صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجبابرة والفراعنة، وقال لعمه أبي طالب: قل معي كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. هذا وهو على فراش الموت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الناس في الأسواق ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويعني قال هذا لعمه وهو على فراش الموت، دعاه أيضا إلى التوحيد: قل معي كلمة، وهي كلمة التوحيد. وهي كلمة لا إله إلا الله. وقال لكفار قريش: أريد منكم كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي إليكم بها العجم الجزية. قالوا: ما هي؟ فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل والفراعنة: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من التوحيد، لأنهم تعودوا على أن يكون لكل قبيلة إلها وهذه الأمور التي ما تعودوها، فقد حكموا العادة فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حقهم أن يحكموا العقل للعادة وأن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إليه. ماشي. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأما دعوة الكتب السماوية إلى التوحيد
فإن الله عز وجل أرسل إلى خلقه رسلا وأنزل عليهم صحفا وكتبا سماوية كالتوراة والإنجيل والزبور وكصحف إبراهيم ونحوها وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وكلها تدعو إلى توحيد رب العالمين وعبادته. وقد يعني إياك أن تظن أن الإنجيل يدعو إلى التثليث. لا، الإنجيل الأصلي جاء بالتوحيد، التوراة جاء بالتوحيد، سائر الكتب التي علمناها أو لم نعلمها كلها جاء بالتوحيد. بل في هذه الكتب المحرفة التي بين أيدينا الآن فيها نصوص تدل على التوحيد. اليهود طبعا موحدون، هذا لا خلاف فيه. اليهود يا أيها الإخوة من أهل التوحيد، موحدون. طيب، يعني لا يقولون بأكثر من إله. المشكلة عند من؟ عند النصارى وعند غيرهم ممن يعددون الآلهة. فالكتب السماوية السابقة كلها جاءت بالتوحيد. تمام. قد افتتح الله عز وجل كتابه الذي أعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل سورة منه بالتوحيد، فقال: الحمد لله رب العالمين، أخبر أنه رب العالمين، يعني لا رب سواه. قال إمام الهدى أبو منصور رحمه الله: في معنى الرب ثلاثة أوجه: الإله والمالك والمربي لكل شيء على ما يليق بذلك. الإله والمالك والمربي. والعالم اسم لجميع المكونات، وأثبت لنفسه الوحدانية في كونه رب العالمين، ويدخل تحت لفظ العالمين كل عالم يتجدد على حسب تجدد الزمان، فكان المراد عالم كل زمان تقدم وعالم كل زمان تأخر، فلذلك ذكر العالمين مع كون لفظ العالم اسما لجميع المحدثات. يعني العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذا العالم يشمل كل ما هو، يعني كل ما خلق الله عز وجل، أو كل ما تكون وكل ما خلق. لماذا ذكر لفظة العالم بالجمع مع أن العالم تكفي؟ عندما نقول خالق العالم، لأنه عالم واحد، هذا العالم الواحد له أوجه كثيرة: عالم الماضي مثلا، الحاضر، فالمستقبل. قد يعدها بعض الناس عوالم مختلفة وفقا لعقائدهم، في تعدد الآلهة. فالله عز وجل قطع ذلك عنهم، قطع هذا الاعتقاد الباطل أو الفاسد، فقال رب العالمين، حتى لا يعتقد أنه رب عالم من العوالم التي يعتقدها بعض أهل الأديان. فقال رب العالمين، يعني كل عالم تعدونه عالما فهو ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يقول عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير. بعض الناس يقول العالم الماضي، العالم المستقبل، العالم الحالي. بعض الناس يقول عالم السماء وعالم الأرض. أيا كان تقسيمك للعالم فالله ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى في هذه الآية خاطب الناس على قدر ما يعدون وعلى حسب اعتقادات بعضهم، وإلا فكلمة العالم كانت تكفي. ماشي. وذكر في ثانية سورة من كتابه المعجز فقال: أستعيذ بالله، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا خطاب لكافة المكلفين بالوحدانية وتجريد الألوهية، ففي قوله وإلهكم إله واحد إثبات ألوهية إله واحد، وفي قوله لا إله إلا هو نفي الألوهية عما سواه. وذكر في ثالثة سورة من كتابه تجريد الألوهية والتوحيد لنفسه، وأن كتبه السماوية متفقة على ذلك، فقال: أستعيذ بالله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، أي نزله موافقا، نزله موافقا مصدقا لما بين يديه من الكتب المنزلة أو منزلة من التوراة والإنجيل والزبور والصحف. فإذا كانت هذه الكتب المنزلة تدعو إلى التوحيد، فالقرآن أيضا يدعو إلى التوحيد، لا يخالفها في أصولها. هذا معنى مصدقا لما بين يديه، يعني يوافقها في أصولها. طيب. ولا شك ولا ريب أن أول ما يصدق بعضه بعضا في التوحيد والأسماء والصفات، ثم في الوعد والوعيد والثواب والعقاب والأنباء والقصص، ثم في حقية الرفع والإبقاء في الشرعيات على ما أحاط به علمه تعالى في الأزل واقتضاه حكمته البالغة في مصالح عباده، فثبت اتفاق جميع الكتب السماوية على كون التوحيد أول فرض يلزم العبادة. الشيخ هنا ماذا فعل؟ قال إنه ثبت لدينا صدق بعض البشر، صدق بعض البشر بالمعجزات التي جاءوا بها. هؤلاء الصادقون دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، اتفقوا جميعا على أن التوحيد أمر مما ينبغي ومما يجب اعتقاده. طيب، وقال في إبطال تسمية غيره بالألوهية. تفضل يا شيخ. استاذنا، ولا ريب أن أول، يعني كلمة أول اسمه أول، نعم، أن أول ما يصدق، نعم، خبره لا يوجد عندنا، نعم، لا نجده. ولا ريب أن أول ما يصدق، ما يصدق بعضها بعضا في التوحيد والأسماء والصفات، هذا هو الخبر. ثم في الوعد والوعيد والثواب معطوفة عليها، في التوحيد الخبر. ماشي، يعني أول شيء تصدق هذه الكتب بعضها بعضا في ماذا؟ في التوحيد والأسماء والصفات. يعني الله وصف الكتب فقال مصدقا لما بين يديه، هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، فيما تصدق هذه الكتب بعضها بعضا؟ التوحيد والأسماء والصفات. نعم، هذا أول شيء. نعم، إلى آخر ما ذكر. طيب، نعم، يلا يا شيخ دي المراد، أو أكمل أنت يا مولانا، يبدو أنه خارج. نعم، فثبت اتفاق جميع الكتب السماوية على كون التوحيد أول فرض يلزم العبادة، وقال في إبطال تسمية غيره بالألوهية إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أخبر أنه ما أنزل بتسمية شيء سواه إلها مما عبدوا من دونه حجة ولا برهانا. يبقى أثبت الألوهية لنفسه ونفاها عن غيره. طيب، وقال تعالى لرسوله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال إمام الهدى أبو منصور رحمه الله أمره أن يقول لهم إنما أنا منذر أنذركم وأبلغ إليكم أن كل ما عبد دونه فليس بإله، إنما الإله هو الله الواحد القهار الذي ظهر آثار قهره في كل الخلائق. فقال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أخبر أن آيات الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قسمان، محكمات هن أصل الكتاب يجب اتباعه دعوة إليها واعتقادا إياها، وآخر متشابهات، وأخبرت أن اتباع ظاهرها زيغ، فقال تعالى عما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هو يريد أن يقول إن التوحيد من المحكمات، يريد، نعم، أن يقول إن الدعوة، نعم، إلى التوحيد من المحكمات التي ينبغي اتباعها. ماشي، وافتتح
نعم، وافتتح المحكمات بفرضية التوحيد، وبين الزيغ من اتبع ما تشابه منه، ومدح الراسخين بالإقرار بكون الكل من عند الله مع ترك اتباع ما تشابه منه. ثم ذكر تعالى في موضع آخر أقسام العالم بقوله فاطر السماوات والأرض، ثم ذكر عالم أو عالم أقسام العالم العالم هنا عالم، ثم ذكر خلق البشر والأنعام، ثم عقب ذلك بنفي المماثلة بينه وبين شيء من العالم بقوله ليس ليس كمثله كمثله شيء. يعني هو يريد أن يقول التوحيد من المحكمات، ثم من الصفات ما قد يتشابه مع الخلق، فهذا من المتشابهات التي لا ينبغي اتباع ظاهرها، فإن اتباع ظاهرها زيغ كما قال الله سبحانه وتعالى. هو يريد فنفى الآن تعالى أن يكمل معنى التوحيد في عقول من يقرأ هذا الكتاب. يعني نعم التوحيد لا يكتمل وأنت تعتقد مشابهة الله لخلقه، فالتوحيد لا يكتمل إلا إذا أثبتت الله عز وجل، أثبتت وحدانيته، ثم نفيت مع هذا مشابهته لخلقه. نعم ماشي. فنفى تعالى عن نفسه مشابهة العالم، فألزم الكل توحيد صانع العالم، وجعل سورة إخلاص إخلاص التوحيد التوحيد عند آخر السورة القرآنية، فقال مخاطبا لرسوله وخاتم أنبيائه ولكل عاقل من خلقه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى في هذه السورة المحكمة عن ذاته وصفاته جميع معاني خلقه وصفاتهم. نعم، الله عز وجل أحد، وأحد يعني متفرد لا مثل له ولا شبيه له، صمد يصمد إليه يلجأ إليه عند الحوائج، لم يلد ولم يولد، ليس له أصل وليس له فرع، ولم يكن له كفوا أحد، غني سبحانه وتعالى عن من سواه، فأثبت لنفسه الألوهية والوحدانية ونفاها عن غيره، وهو في إثباته لهذه الوحدانية نفى مشابهته لغيره عز وجل. إذن الشيخ هنا في أول المتن أراد أن يثبت الوحدانية من جهتين، من جهة النقل ومن جهة شهادة العالم أو العقل. الآن نحن انتهينا من جهة النقل التي ذكر فيها دعوة الأنبياء جميعا إلى التوحيد، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في بيان وجه الشهادة بألسنة الدلائل المنصوبة في خلقة العالم. يبقى المرة القادمة دلائل الوحدانية من جهة ماذا؟ من جهة العقل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أي سؤال؟ طيب، نلتقي بكم في المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.